السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في إنفو سيشن عن برنامج يقال إن هو الأجمل ويعد إن هو الأفضل، برنامج داخل يو ار أي أو مبادرة بحثهم قبل التخرج. مش بس داخل المبادرة، لكن يعتبر واحد من أجمل البرامج اللي ممكن تشوفها في حياتك بشكل عام. ده ليه؟ لأن هو بيحقق معادلة صعب إن هي تحصل، صعب المعادلة اللي هي فيها تايم وفيها يعني knowledge أو فيها معرفة. ايه المعادلة؟ المعادلة ان انا اخد كمية نوليدج كبيرة وسكيلز مهمة جدا في وقت قليل، يعني ان احنا نقول خلال اسبوعين ثلاثة تاخد كورسين مثلا وسكيلز مختلفة، فده نادرا ما بيحصل اصلا. فهو يعد واحد من اجمل البرامج اللي ممكن تشوفها بشكل عام. هنتكلم عنه بتفاصيل، خاصة ان في حاجات جديدة هتبقى للناس اللي في الراوند اللي بتسمعني دلوقتي. لكن معاكم عبد الله الوكيل، معيد بكلية العلوم جامعة طنطا ومؤسس ورئيس تنفيذي لمبادرة بحثهم ما قبل التخرج. أولا كده، اللي بيسمعني دلوقتي هو مين؟ اللي بيسمعني هو حد حابب يكمل طريقه في البحث العلمي. فإيه اللي حصل؟ فهو دخل مبادرة أو دخل يو ار أي وخد برنامج اسمه يو ار أي اس ار تي ساينتفك ريسيرش تريننج. يعني إيه؟ يعني أساسيات البحث العلمي، عرف فيها في 3 شابترز يعني إيه بحث علمي وأهميته، وايه هي المشاريع البحثيه اللي ممكن يشتغل عليها، والحاجه الثالثه ايه هي الريسيرش تولز الادوات البحثيه اللي ممكن يستخدمها، وايه المصطلحات التيرمينولوجيز اللي ممكن تستخدم في مجال البحث العلمي. فهو خد زي مقدمه كده او برنامج اداله بيزكس للبحث العلمي اسمه اس ار تي. حلو، طب هو عايز ايه دلوقتي؟ هو عايز يدخل يعني عايز خلاص بقى يشتغل على مشروع بحثي. المشروع البحثي في يو ار اي بيتم ازاي؟ بيتم في الحاجه الثالثه اللي هي هتبدا ان شاء الله 1/8/2024، اللي هي المدارس البحثيه الريسيرش سكولز. ايه الريسيرش سكولز دي في يو ار اي؟ هي عباره عن ان انت بتخش مدرسه بحثيه في التخصص بتاعك، نفترض انت بيزك ساينسز او في بايوميديكال او انجينيرنج او سوشيال اند هيومانيتيز ساينسز، دول 4 كاتيجوريز للمدارس البحثيه. فبدخل في كاتيجوري معين بيتم توجيهي على احد المشرفين وابدا اشتغل معاه على ريسيرش بروجكت. فاذا احنا عايزين ده، واللي بيسمعني هو عايز يوصل للمرحله دي. طيب عشان توصل للمرحله دي في برنامج هيأهلك لده، اللي هو برنامج يو ار اي ار ال او ريسيرش ليدرز. طيب يبقى اذا اللي بيسمعني دلوقتي وهيبدا الراوند معايا، فهو خلص الاس ار تي هيدخل برنامج الار ال بحيث يعلي مهاراته وقدراته البحثيه، بحيث يكون مؤهل ان هو في 1/8 الجاي يدخل المدارس البحثيه داخل يو ار اي. طيب حلو، عايزين نعرف بقى يو ار اي ار ال السيزون ده هيبقى عبارة عن ايه. فتعالوا كده نشرح بشكل مفصل. احنا عندنا 4 محاور رئيسية هنتكلم عنهم بالتفصيل: يو ار اي ار ال ريسيرش ليدرز 2024. طيب اول محور انتوا هتلاقوا هو ليه اصلا ريسيرش ليدرز، هو دمج بين حاجتين مهمين جدا: فكرة المهارة مهارات البحث العلمي، يعني هتلاقي كورس بلس سكيل للبحث العلمي هنقولها ازاي دلوقتي، وهتلاقي كورس وسكيل خاصه بالليدرشيب القياده. طيب ليه ده بيحصل او ليه الدمج ده؟ الدمج ده اولا علشان ان انت تقوي نفسك من ناحيه البحث العلمي، لكن الناحيه الثانيه وهي خاصه بالقياده او الليدرشيب. البحث العلمي دايما في تيم وورك، دايما بيبقى في شغل تيم، فمهم تفهم التيم ليدر وظيفته ايه، لان انت ممكن تبقى تيم ليدر بلس ان غير ان انت تيم ليدر انت تبقى فاهم، لو انت تيم ممبر لو انت عضو في التيم تبقى فاهم التيم وورك بيمشي ازاي وايه الاساسيات اللي لازم على اساسها ناخد بالنا منها. فاذا كان الدمج ده كان مهم جدا بحيث ان انت تبقى مؤهل ان انت تشتغل في مجال البحث العلمي بصوره خلاص معتمده يعني. طيب اول برنامج او اول محور هو كورس عن الانجليش اكاديميك رايتنج. الاكاديميك رايتنج واحده من اهم التولز الادوات بتاعتك كباحث علمي. ليه؟ لان انت عايز او زي ما هنعرف هي طريقه من طرق التواصل بتاعتك عشان تقول ان انا يعني هعمل ريسيرش او هنشر حاجه او هعمل اسهام بحثي، فهعمله ازاي؟ على هيئه كتاب. فمهم جدا حته الانجليش اكاديميك رايتنج. طب احنا هناخد ايه في الاي اي دبليو او الانجليش اكاديميك رايتنج؟ في 4 شابترز. اول 2 شابترز هما بيزكس اساسيات، والتو شابترز التانيين هما ادفانسد. انتوا عليكم البيزكس بشكل اساسي، والادفانسد هيستكمل بحيث ان انتوا تقدروا ترجعوا له او تقدروا تكملوا خلاص، لكن احنا البرنامج هنستهدف ان انتوا تاخدوا البيزكس. وهو اول شابتر خاص بستركتشر اكاديميك رايتنج، هنفهم اكتر ما وراء الاكاديميك رايتنج ده اصلا،
وبعدين شابتر 2 ان احنا ازاي نكتب effective paragraph، ازاي ان احنا يبقى عندنا مهارة الكتابة نفسها. وبعدين ده كده شابتر 1 وشابتر 2. شابتر 3 هيكون ايلتس اكاديميك رايتنج للناس اللي هي بتستهدف الايلتس، امتحان الايلتس. غير كده الكونتنت بتاع امتحان الايلتس هو بيستهدف الناس الاكاديميين، الناس اللي هي شغاله ريسيرش، فاحنا هنشوف الكونتنت بتاعه هندرسه مع بعض في شابتر 3، لان ده هيعلي جدا لو انا معايا باراجراف معين ازاي ان انا اعمل له اكسبلانيشن تفسيرات. فبلاش بقى حاجات اعمق، لكن شابتر 3 هو ايلتس اكاديميك رايتنج، وشابتر 4 هيكون خاص برايتنج الليتريتشر ريفيو. في الشابتر ده هيتم توجيهك ازاي ان انت لوحدك تقدر تكتب ساينتفك ريسيرش وتعمل له انترناشونال بابليكيشن كمان، نشر دولي، وانت قاعد في البيت باللابتوب بتاعك. فنعرف ده بالتفصيل ان شاء الله. طيب يبقى اذا ده اول محور هو خاص بالانجلش اكاديميك رايتنج. طيب فده كورس. الكورس الثاني هو خاص بالليدرشيب. كورس الليدرشيب معانا منقسم لثلاث حاجات رئيسيه. اول حاجتين يعتبر دول اللي انت هتاخدهم في الكورس، والحاجه الثالثه هتبقى ادفانسد بالنسبه له. فاول حاجه اسمها الليدرشيب. الليدرشيب نفسها القياده، بين قوسين كده ليد يور تيم، وهيعنى هنا ازاي ان انا اكون انا ليدر لتيم. طب الحاجه الثانيه او المحور الثاني سيلف مانجمنت، انا بقى يعني انا كشخص انا عايز اقود حياتي، فازاي ان انا يكون عندي اداره او ان انا اليد يور سيلف، يعني ان انت تليد نفسك ان انت تحقق اهداف معينه. والحاجة التالتة دي ادفانسد عليكم شوية، وهي خاصة بالمانجمنت او الادارة بشكل عام، دي خاصة بليد ادريم. بعيدا عن التفسيرات، لكن طبعا الكونتنت هيكون في غاية الاهمية، هتاخدوا الليدرشيب وهتاخدوا السيلف مانجمنت معانا، وهيبقى متاح ليك وهتعرفوا ده ان انتوا تاخدوه بعد البرنامج نفسه، وهو حتة الادارة للناس اللي هتبقى حابة الموضوع ده او هتشتغل على مشاريع مختلفة، فازاي ان هي تمانج مشروع بشكل عام. تمام، يبقى ده ليد ا بروجكت او ليد ادريم. طيب يبقى اذا ده محتوى الليدرشيب، ده المحور الثاني، هيبقى كورس برضو هيبقى معانا في البرنامج. طيب ليه اتعمل البرنامج؟ هتكون من خلال حاجه اسمها يعني 14 دايز تشالنج، تحدي 14 يوم. طب تعالوا نشوف التحدي ده هيمشي ازاي ونشوف بساطه الموضوع. اولا هيبقوا ال 14 يوم دول من 8/7 لغايه 25/7 كل يوم ما عدا الايه الجمعة والسبت، دول بيبقوا اجازة. يبقى انت من 8/7 لغاية 25/7 كل يوم ما عدا الجمعة والسبت، هتلاقي ان دول شغلك 14 يوم. طيب نظام الشغل بيبقى ازاي؟ بيبقى من الساعة 7 بالليل لغاية 8:30، حضرتك بتخصص من الحد للخميس يوميا الساعة ونص دي. طيب يبقى احنا هنتنينا من 8/7 لغاية 25/7، من الحد لغاية الخميس كل يوم الساعة 7 لغاية 8:30، ساعة ونص بنخصصها لمين؟ للتحدي ده بس. مش مطلوب حاجة منك قبلها ولا بعدها، يعني انت بس مطلوب منك انك تخصص ساعة ونص دول. طيب يبقى يوم 25/7 هتخلص ال 14 يوم تحدي. يوم 28/7 هيبقى حاجة اسمها Final Journal Club، دي هتبقى عبارة عن ايه؟ احنا كتيمات هتشتغل مع بعض على بروجكت زي ما هشرحه كمان شوية. فالبروجكت ده هيكون عبارة عن ان انت بتحمل بيبر، ورقة بحثية في التخصص بتاع التيم، وبتبدأوا تلخصوها وتقرأوها مع بعض، وتلخصوها في ايه؟ في برزنتيشن. فاللي بيحصل ان يوم 28/7 كل فريق هيعرض البرزنتيشن بتاع التيم عن بيبر محدد، فبناء عليه بيبقى فيه تقييم. هنشوفه دلوقتي فكرة المسابقة تبقى ماشية ازاي. يبقى اذا التواريخ المهمة ان انت من 8/7 لغاية 25/7 انت بتخصص ساعة ونص، هنشرح دلوقتي فيها ايه. طيب طبعا من الحد الخميس بس، الجمعة والسبت اجازة، تمام جدا. يوم 28 هيبقى حاجة اسمها Final Journal Club، هتبقى مجهز برزنتيشن فيها تلخيص بيبر وتعرضها قدام الناس ويتم عليها تقييم. طب حلو، عايزين نفهم الاول الساعة ونص ايه اللي هيحصل فيهم وهيمشوا ازاي. احنا من الحد لغاية الخميس كل يوم مخصصين ساعة ونص. طيب فايه اللي بيحصل؟ الاول من الساعة 7 لغاية 7:15 هتشوف فيديو مسجل خاص بالانجلش اكاديميك رايتنج، يبقى ده كده اول ربع ساعة. بعدها لغاية الساعة 7:30 بتعملوا ديسكشن على الجروب بتاعكم على الواتساب،
بتعملوا ديسكشن في الكونتنت اللي اتقال داخل السيشن. طب حلو، من الساعة 7:30 لغاية 47 دقيقة بينزل فيديو 10 دقايق خاص بالليدرشيب، بمحاضرات القيادة أو بكورس القيادة. يبقى إذا أول حاجة من الساعة 7 لـ7:15 بينزل لك فيديو تبع كورس الإنجليش أكاديميك رايتنج. بعدها بنكتب على الجروب، كل واحد بيكتب بوينت كده هو استفاد إيه، فاللي هيكتب بوينت التاني مش هيقولها، هيقول بوينت تاني وهكذا. فبنستعرض او التيم بيستعرض مع بعض كده ايه الاستفادة من اللي شافها في الفيديو ده. طيب بعدها الساعة 7:30 بينزل لك فيديو تاني خاص بالليدرشيب او كورس القيادة، مدته 10 دقايق. بعدها بتقعد 10 دقايق لغاية الساعة 8:50 بتعملوا برضو ديسكشن في الحاجات اللي انتوا استفدتوها داخل الفيديو. كل واحد يقول انا استفدت بوينت، التاني على الجروب الواتساب يقول انا استفدت بوينت تاني. طيب يبقى ده كده الحاجات التانية، كورس ليدرشيب. الحاجة التالتة من الساعة 7:50 أو 8:50 لغاية 8:30 دول 40 دقيقة، بيحصل ايه؟ ان التيم بيدخل ميتنج على جوجل ميتنج، بتدخلوا التيم كتيم مع بعض. بيحصل ايه؟ ان انتوا بتبدأوا الدسكشن من اول يوم، ان انتوا تختاروا موضوع معين تحاولوا تنزلوا فيه بيبر حديثة جديدة، وكل يوم بقى تبدأوا كل حد بيمسك جزء معين ويحاول ان هو يلخصه او يشرح للناس هو عبارة عن ايه. تبدأوا في الاول، اول مثلا اسبوع تتكلموا عن التوبيك بشكل عام بحيث اللي مش فاهم حاجة يقولها او يعني يكون يفهمها يعني. وبعد كده بنوصل ان كل يوم حد بيبقى في حاجة اسمها جورنال كلاب للتيم نفسه، يعني تيم كل واحد بيمسك جزء في البيبر، هي وان بيبر بس المطلوبة، ريفيو مثلا، ريفيو ارتكل او بيبر، وكل حد بيمسك جزء معين وبيحاول ان هو ايه يقول اللي هو فهمه في الايه في من خلال الميتنج ده بتاع يوم الحد. يبقى اذا ال 40 دقيقة دول بشكل يومي من الاثنين للخميس بتبقى مسؤول عن فكرة ايه، ان احنا كتيم بنعمل ميتنج ونختار التوبيك ونشرحه لبعض بشكل عام. وبعدين يوم الحد كل واحد بيبقى ماسك جزء من البيبر دي بيحاول ان هو يلخصه للناس. يبقى ده كده بشكل عام الساعة ونص اللي بيحصل فيه. طب هنلاقي في الساعة ونص ده ايه اللي حصل؟ اولا انت خدت كورسين اللي هو الانجليش اكاديميك رايتنج والليدرشيب. ثانيا السكيلز البحثية عندك عن طريق ان انت تخش جورنال كلاب، ان انتوا تقروا ابحاث او مهارة الريدنج. والحاجة التالتة او السكيل التانية، احنا تو كورسز وتو سكيلز، السكيل الاولى وهي ريدنج سكيل ومهارات بحثية، والمهارة التانية هي التيم وورك سكيل. طيب طبعا بيتم اختيار ليدرز لكل تيم، والليدرز بيتغيروا يعني كل اسبوع المفروض بيتم اختيار ليدر وفايس ليدر مختلفين. طيب يبقى اذا ده كده البرنامج بيمشي ازاي، سواء المدة بشكل عام احنا قلنا زي ما احنا اتكلمنا من 8/7 اللي هو هيبقى يوم الاثنين بالمناسبة لغاية يوم الخميس 25/7. حضرتك بتخصص من يوم الحد ليوم الخميس ساعة ونص اللي هي من الساعة 7 لـ8:30، فكل يوم ما عدا ايه، ما عدا الجمعة والسبت. تمام، هتخلص البرنامج ده او خلال الساعة ونص دول اللي بيحصل الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دول، اللي هو فيديو عن انجلش اكاديميك رايتنج، فيديو عن الليدرشيب، وميتنج للتيم. طيب اخيرا بيحصل ايه، ان احنا عندنا اللي هو يوم 28/7 فاينل جورنال كلاب. خلاص بعد ما خدنا ال 14 يوم مع بعض كتيم، حملنا البيبر وفهمناها ولخصناها ودخلنا كذا مره جورنال كلاب كتيم، بتبداوا بقى ان انتوا تعملوا جورنال كلاب انتوا كتيم بقى، تعرضوا قدام كل الفرق اللي في المنطقة بتاعتكو عن او تعملوا البيتشنج او البرزنتيشن يعني عن البيبر اللي انتوا بتلخصوها. على اساس كده بيحصل ايه؟ بيحصل التقييم. التقييم ده ليه؟ عشان الحاجة الرابعة هي اللي هي جورنال كلاب والكومبيتيشن، حضراتكم بتبقوا مع بعض على هيئة او في نظام ايه؟ كومبيتيشن. طيب يبقى ميزة البرنامج ده كمان ان انت في مسابقة، ودايما احنا عارفين المسابقة دايما بتطلع مننا افضل حاجة، يعني الواحد لو عايز يطور من نفسه يخش تحدي او يخش المسابقة. طيب فالمسابقة دي التقييم بتاعها من 100 درجة، اولا 50 درجة على الالتزام خلال ال 14 يوم كتيم، وطبعا في اي حد ما بيلتزمش بنشيله فورا. طيب درجة الالتزام والتفاعل وان دايما بنقول فيدباكس
على كل محاضرة أو كل فيديو أو الالتزام، درجة الالتزام هتكون من 50 درجة. طيب ال50 درجة التانيين هيكونوا على الفاينل بريزنتيشن اللي هي 28/7 اللي هي الفاينل جورنال كلاب. حضراتكو بيبقى في ميتنج بكل حد بيعرض البرزنتيشن بتاعته عن البيبر، بتكون من 7 لـ10 دقايق، فبيكون في 50 درجة تقييمية، أولا على الناس اللي هي تلتزم بالوقت، ثانيا على البريزنتر نفسه، ثالثا على اللي هي بقى البرزنتيشن نفسها اللي هي مثلا الباوربوينت أو whatever، تستخدموا برامج مختلفة، والحاجة الثالثة على نوع البيبر اللي انتم مستخدمينها، هل هي من مجلة قوية ولا لأ، السنة بتاعتها، وأخيرا التيم وورك، ازاي انتوا اشتغلتوا مع بعض عشان تطلعوا حاجة زي كده. طب حلو، يبقى يوم كام؟ 28/7 هيبقى الفاينل جورنال كلاب، بعدها كل الناس هتبقى عندها درجة من 100. هيتاخد أكتر 10 هاي رانكد، أفضل 5 تيمات في كل منطقة، انتوا متقسمين 3 مناطق جغرافية، فكل منطقة هيتم اختيار أفضل أو أعلى فرق تقييما، وهيخشوا الفاينل كومبيتيشن اللي هي هتبقى 5 فرق من كل منطقة، يعني إجمالي 15 فريق. هيتم فيه مسابقة أونلاين، هيحصل أونلاين فوتينج، هنزل فيديوز للبيبر أو شرحهم للبيبر على الفيسبوك، وأعلى فرق هتجيب فوتينج أو تصويت اللي هما الـ3 هما دول اللي هيكونوا فايزين بالتحدي بتاعنا أو بالمسابقة. بس كده، يبقى ده البرنامج اختصارا، ان شاء الله يكون حاجة مفيدة بالنسبة لكم، ومستنيينكم ان شاء الله في البداية يوم 8/7 اللي جاي، يوم الاثنين الساعة 7 بالتوفيق. سلام عليكم.